سابق احنا الوادي الاخضر مدرسة الوادي الاخضر الاساسية المختلطة قرية وادي فكين محافظة بيت لحم. اعضاء الفريق نديل صفاء سليم سلسبيل بإشراف المعلم الكبير يا معمر. هلا احنا كفريق لاحظنا انه حوالينا وفي المجتمع المحلي انه بيواجههم مشكلة واللي هي ارتفاع اسعار الكتب الجامعية، ومش كل الطلاب بيقدروا يشتروها باسعارها الاصليه، ومش بيقدروا كلهم يوفروها لانه بنعرف انه الجامعات كمان تكاليفها عاليه، فكمان مش بيقدروش يوفروا الكتب، فاحنا كفريق عملنا هذا التطبيق عشان يسهل عليهم. تطبيقنا بيستهدف طلاب الجامعات الفلسطينيه، اخذنا عينه طلاب جامعه القدس ابو ديس. الهدف من تطبيقنا هو اتاحه امكانيه تبادل الكتب الجامعيه بين الطلاب بالمجان او باسعار اقل او استعادتها للاستخدام ثم اعادتها للمعلم. تنمية الشعور بالتكافل المعرفي والاجتماعي والمادي. أنا كطالب جامعي بدي أعرض كتابي أستفاد منه ماديا، بعرضه على ببيعه للطالب، هو بده يستفاد منه معرفيا، باخذه بثقف إنه هيك أنا بساعد الطرفين إنهم يستكملوا مسيرتهم التعليمية. هذه الواجهات تبين أهم العناوين الرئيسية في التطبيق: بورو بوكس، فري بوكس، باي بوكس. تحليل السوق استكمالا لحديث زميلتي، بما أن المشكلة في المجتمع المحلي عملنا مقابلات واستبيانات، كان أهم سؤالين فيها: هل تواجه مشكلة في توفير الكتب الجامعية؟ كانت نسبة نعم أزود من نسبة لا. هل التطبيق يحل المشكلة هاي؟ كانت نسبة نعم أزود من نسبة لا. هذه بعض الصور من عملي. هلا عنا بالتطبيق عنا ثلاث افراد او ثلاث انواع من الاشخاص اللي بيقدروا يستعملوا تطبيقنا او يفوتوا: الادمن واليوزر واليس. الثلاث بيقدروا يبحثوا الكتب ويشوفوا الكتب. هلا عنا الادمن واليوزر بيختلف عن الجست، انه الادمن واليوزر بيقدروا يضيفوا كتب، بيقدروا يمسحوا كتب، وكمان بيقدروا يشتروا، والجست كمان بيشتري. هلا هاي الواجهه بتبين انه الكتب المعروضه للبيع، عنا الكتاب فرعه ومالك الكتاب والبرايس اللي هو السعر وكل. وهون الكتب المجانية، طبعا احنا في تطبيقنا كتب معروضة للبيع، كتب مجانية وكتب للاستعارة، اما مجانا او بتكاليف. هون الكتب المعروضة للبرا او الاستعارة، عنا البرا اما بسعر او بتكون فري. هلا انا لما بدي اختار كتاب بكبس على الكتاب بيطلع لي عندي كول، بكبس على الكول بيطلع لي اسم مالك الكتاب، رقمه وعنوانه الادرس، بقدر هيك اني انا اتواصل معه اجيب الكتاب. هلا طبعا عندنا هون الخطة المستقبلية اللي احنا حاطينها عشان نطور البرنامج، عندنا تطوير التطبيق ممكن كما شفتوا في الشرائح السابقة، عندما ننقر على زر الكول يمكن على طول ياخذنا على الهاتف او على الواتساب عشان نتواصل مع الشخص، او ممكن يصير شراء الكتب بالكارد عشان يسهل علينا. ممكن كمان انه نشتري كتب ونضيفها للتطبيق لحتى يكون شامل لجميع المسافات التعليمية، ورح نعمل هيك عن طريق عمل مساحة إعلانية في التطبيق وكسب المال منها. كمان اني انا بقدر اعرض تطبيقي على مجالس الطلبة في الجامعات او مكاتب، او بصير بين الطلاب في المدرسة، بصير هم اذا بدهم يستفيدوا من الكتاب بصيروا يعرضوه في تطبيق ويستفادوا منه ماديا، خاصة انه مجالس الطلبة بتكون فري. وهيك انا بس ممكن كمان في المستقبل انه يصير في عقد بين المكاتب، بين المدارس، في البيوت، وهيك كل يستفاد. شكرا. هلا اذا بتحبوا تشوفوا التطبيق تطبيقنا، هاي الواجهة الرئيسية. هلا أنا أول ما أفوت التطبيق بيطلع لي هيك الإي بوك. هلا هون اللي هون الواجهة الرئيسية، عندي الأول بوك سيرش اللي هي الكتب، كل الكتب، عندي الباي بوكس، الفري بوكس، والبورو بوكس اللي هي الكتب المعروضة للبيع، الكتب المعروضة للاستعارة، والكتب المعروضة باستعارة مجانية أو بالمصاري. هلا إذا بدي أنا أعمل حساب بكبس على نيو مانج بوكس او نيو مانج ريجستر. هون الاسم والموبايل والادرس واليوزر نيم والباسورد، اللي بحب يجرب يعمل فيه كمان. هلا هون بيطلع انه تفوت على التطبيق.
هلا هون انا بقدر افوت على حسابي او اي حدا بعمل التطبيق. هلا الاول بوكس سيرش اللي هي كل الكتب المعروضه كل الكتب، والفري بوكس والباي بوكس كلهم نفس الشيء بيكون الفرق بدون ما تعمل حساب. هذا الجست. هلا هون الفرق وهون اسم مالك الكتاب وهون البرايس وهون كول. لما بدي اكبس على كول بيطلع لي الادرس ورقم. هاي تمام. هلا تعالي لين كنت دخلتي على التطبيق؟ التطبيق هو تطبيق على الموبايل. اوكي. وفكرتكم بصراحة كثير، يعني احنا كنت اشوف طلاب الجامعة بيعملوا بوست على الفيسبوك مين معه كتاب كذا، كل يوم بشوف هذا البوست صدقيني. ففكرة زي هاي اب زي هاي رح تكون كثير مفيدة. طبعا رح لازم تنتبهوا من ناحية كوبي رايتس فور سام بوكس، يعني هذا برضه نوت تاخذوه بعين الاعتبار. الشغل يعني برافو عليك اول شيء، البرزنتيشن كانت كثير منيحة وانتم شاطرين ما شاء الله عليكم بالحكي. شكرا لك حبيباتي. بس سؤال صغير، انا شفت الكود بي اتش بي، يعني انتم عاملين زي ويب سايت او ما بعرف كيف اشتغلتوا؟ هي اول شيء تطبيق وكمان عملناه صفحة على الانترنت. تطبيق وصفحة على الانترنت. بس انا اللي سلمتونا اياه هو عبارة عن صفحة على الانترنت. احنا ضلينا نشتغل لاخر لحظه، ما توقفنا عن العمل، ضلينا يعني نشتغل بتمنى انه يطلع انه بروفيشنال. تمام. بس انتوا عارفين هذا المسابقه ويب موبايل ابس. هذا اشتغلتوا على اب انفنتر؟ لا مش على اب انفنتر، لا على اللي اشتغلنا من دريم ويفر. هذا بيعمل ويب سايت مش ويب مش موبايل بس، كمان حولناه من خلال تطبيق، من خلال برامج، في كتير برامج على الانترنت. يعني حولناه لتطبيق. هو ما بعرف بالنسبه لهي الشغله اذا بس مش عارفه، لانه اذا هو كيف حولتوه بالاخير لاب؟ يعني بالاخير صفه بالصفحه. في برامج كتير على الانترنت بتحول ال شو اسم التول اللي استعملتوه؟ بس في النهاية إذا APK Creator. بس ما هو ضل بالأخير صفحة ويب سايت. أنا إحنا مش عارف اللي عندنا في يعني ويب سايت بس ما هو المسابقة مسابقة تطبيقات وليس مسابقة صفحات. فاهمين علي؟ وانتوا عارفين شروط المسابقه يعني. بس احنا هاي اخر هو مش بالاخر بده يطلع تطبيق. لا بيطلع صفحه. هلا تطبيقه هاي تطبيق بتناسب مش صفحه الاي بي كي. الاي بي كي بيفتح مباشره على الاندرويد. بس انتوا ما سلمتوش الاي بي كي كمان. لو سلمتوا الاي بي كي كان اخر. المحكمين العالميين اللي بدهم يجوا بعدنا كيف بدهم يحكموكم؟ هلا ما في مجال يعدوا يقولوا انها هاي اب او رح شيء. احاول ابعث لهم. لو تبعثوا لنا الاي بي كي فايل. ابعثوا لنا الاي بي كي فايل باي ايميل على ايميلي وبعدين بدي احاول اطلب اشوف شو بنقدر نعمل لهم. منيح. بس كان لازم تتبعوا القوانين. اوكي كملوا. صار انا بس ما كنت يمكن اي تست هذا الجزء. انتوا هذا بس لطلاب جامعة القدس؟ لا مش لا مش لا احنا اخذناها عينة جامعة القدس. ممتاز ممتاز. لانه كان الفكرة انه توسعوا بس اوريدي انتوا مش لاهمين. يعني احنا عندنا اغلبية المجتمع المحلي بيدرسوا بجامعة جامعة القدس عشان هيك. عشان احنا على مستوانا اللي هي وقت فكين عندنا اغلب القرية اللي ساكنين في القرية عندنا طلاب جامعة القدس عشان هيك. بالعكس يعني تعرفوا كم على طلاب من المنطقه اللي عشقوا. اول شفت في الفيديو حاطين عملنا مقابلات وزعنا استبيان زي ما حكى زميل واحد استخدم الاب. واللي بحب كمان يجي الناس عليه حسابات عليه شفت الفيديو لما عملتي ممتاز. يعني انا بقدر برضه اطلعت على كل شيء في برضه جزء. يعطيكم الف عافيه. برافو عليكي.